التاني اكبر من انه يجي هنا. وبعدين كنت عايزني اعمل لك ايه؟ اسيبك؟ انا ما طلبتش منك حاجه ومش عايز حاجه من حد، انا راجل. بلاش فضايح، تعالى بس نتكلم. يا عيني يا عيني. ايه يا صص، ما قلتش حاجه؟ انا اقول لنفسي. اسمعني بس، وقت متاخر. جابر الفيكي طلعني من السجن يا عائشه. ده موظف عندي، وبعدين ده موظف عندي، وبعدين سوري سوري سوري. يا بدر فيك طلعني من السجن عائشه. ده موظف عندي، التاني اكبر من انه يجي لحد هنا. وبعدين ما كنتش اقدر اسيبك كده. انا ما طلبتش منك حاجه ومش عايز حاجه من مره، انا راجل. اسمع بس. هو ده الشغل. معلش معلش. دوا مايك معايا. الله. وبعدين يا عم سيد يا بيه، صبر خلاص صبر. ما تشدنيش يا وليد، ها ما تشدنيش، شد سنة سنة. دور اسمك. 42-2 أول مرة. اسمعني بس، الوقت متأخر. يا بلا فيك طلعني من السجن يا عائشة. ده موظف عنده، هو أكبر من إنه يجي لحد هنا. وبعدين ما كانش ممكن أسيبك. أنا مش عايز حاجة من حد، ما طلبتش حاجة من مرة، أنا راجل. بلاش فضايح، بلاش فضايح. طب عايز تاني مرة. اسمعني بس، الدنيا متأخرة. جاي برر فيك طلعني من السجن. ايه الدنيا متأخرة؟ تالت مرة. اسمعني بس. جاي برر فيك طلعني من السجن يا عائشة. ده موظف، التاني أكبر من إنه يجي لحد هنا، وما كانش ممكن أسيبك. أنا ما طلبتش منك حاجة ومش عايز حاجة من مرة، أنا راجل. بلاش فضايح، بلاش فضايح. طب هاي كويس عندك.